ضاقت بهم بلدانهم، فركبوا قوارب الموت في سبيل معانقة حلم الفردوس الأوروبي، طمعاً في حياة أكثر رحمة بالبشر. كثيرون ممن غزلت بريطانيا أحلامهم رسى بهم حلم العبور نحوها في أدغال مدينة كالي الفرنسية الحدودية، ليجد هؤلاء أنفسهم بين الحلم والواقع، ضحايا دوامة محن لا تقل وطأتها عن تلك التي تركوا من أجلها بلادهم. فظروف إقامتهم في هذه المدينة التي يعتبرون ميناءها عتبة أخيرة للوصول إلى مقصدهم تفتقر لأبسط أساسيات العيش الكريم. فبعد إخلاء فرنسا مخيمات عشوائية لهؤلاء رفضا منها لحياة الغاب التي باتت تطبع المدينة حسب وصفها، اضطر كثير من المهاجرين هناك إلى العيش في العراء في أي ركن يبعدهم عن ملاحقة الشرطة. وفي موسم زمهريره وأمطاره وثلوجه أقوى من أن تحتمل، ارتأت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيواء هؤلاء في مبان تسع نحو 1500 شخص. خطة تقول المنظمة إن هدفها التخفيف من مأساة هؤلاء الإنسانية من دون خرق قانون الهجرة الفرنسي. خطة الأمم المتحدة هذه ترمي لإيواء المهاجرين من دون مأوى في هذه الظروف الجوية القاسية. نحتاج إلى مساحة في كالي تسع إلى نحو 1500 مشرد، ويجب أن تكون قريبة إلى أماكن وجود هؤلاء وليس في قلب المدينة، حتى يتمكنوا من الوصول إليها مشياً على الأقدام. أما من ستشملهم الخطة سيحظون أيضاً بما يحتاجونه من غذاء وكساء، أما غيرهم فيعانون الجوع حتى يأتيهم ما يسدون به رمقهم مما يجود به الخيرون. صعاب عدة لا تثني هؤلاء المهاجرين عن متابعة رحلتهم الشاقة في سبيل الوصول إلى السعادة المنشودة في بريطانيا، إيمانا منهم بأن هذا البلد وأكثر من غيره من البلدان الأوروبية يمكن أن يوفر لهم الإقامة ويمنحهم ما تكفله المواثيق الدولية من حقوق للمهاجرين. لكن إلى حين بلوغهم الحلم يرى هؤلاء في كالي التي لا تقبل عابري سبيل مستقرا تحمل مشاقه أرحم بكثير من العودة إلى وطن يضرب الفقر فيه أطنابه كما يقول كثير منهم.